أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج صحتك على شاشة العربي 2. نصائح ومعلومات وأحصائيات وكل ما هو جديد في عالم الصحة، فابقوا معنا. لصحة أفضل لحديثي الولادة إليكم بعض النصائح. فرط برولاكتين الدم وتأثيره على الصحة في لها. ترند ألزهايمر هو ترند الصحي لهذا الأسبوع. هل المشي رياضة أم لا ولماذا؟ الحزام الناري موضوعنا مع الطبيب. آخر الدراسات من الجامعات الأمريكية والبريطانية والصينية لهذا الأسبوع. ولحياة أفضل، كيف نحمي أطفالنا من الجنف؟ أن تصبحي أماً هو تجربة مليئة بالتحديات، خصوصاً إذا كان حملك الأول. ونصائح اليوم هي مجموعة من الإرشادات المفيدة لضمان حمل آمن وصحي قدر الإمكان. يمثل الحمل الأول مرحلة مهمة في حياة المرأة، ويتطلب عناية خاصة للحفاظ على صحتها والجنين. ولضمان حمل صحي وآمن، من الضروري تعديل نمط الحياة واتباع نظام غذائي متوازن والحفاظ على النشاط البدني مع الاهتمام بالتفاصيل لضمان نجاح الحمل. التوقف عن التدخين. فالتدخين يزيد من خطر حدوث مضاعفات خطرة أثناء الحمل مثل النزيف والعيوب الخلقية. تناول حمض الفوليك 400 ميكروغرامات على الأقل يومياً قبل الحمل وحتى الأسبوع 12 لحماية الطفل من عيوب الأنبوب العصبي. التغذية الجيدة، فاتباع نظام غذائي متوازن يمدك ب 300 سعرة حرارية إضافية يومياً مع التركيز على البروتينات والخضروات. تقليل الكافيين، لا تتجاوزي 200 ملغرامات يومياً لتجنب مضاعفات مثل انخفاض الوزن عند الولادة. الحفاظ على النشاط البدني، فممارسة الرياضة المعتدلة تساعد في الحفاظ على لياقتك البدنية وتسهيل عملية المخاض. التوقف عن شرب الكحول، فشرب الكحول أثناء الحمل يزيد من مخاطر العيوب الخلقية للجنين. استشارة الطبيب بخصوص الأدوية، تحدثي مع الطبيب حول الأدوية التي تتناولينها قبل أو أثناء الحمل. فرط برولاكتين الدم حالة تؤثر على صحة المرأة ولها تداعيات إن لم تعالج. خصصنا لها اليوم للتعرف أكثر على هذه الحالة وعلى أسبابها وطرق التشخيص والعلاج مع المختص. فرط برولاكتين الدم يصيب أقل من 1% من السكان، ويظهر لدى 5-14% من النساء اللواتي يعانين من انقطاع الطمث الثانوي، مع 75% منهن يعانين من ثر اللبن وانقطاع الطمث، وهو حالة تنجم عن ورم حميد في الغدة النخامية، ويمكن أن يتطور لدى كل من الرجال والنساء على نحو عفوي. ما هي أسباب فرط برولاكتين الدم؟ ارتفاع هرمون البرولاكتين قد يكون لأسباب متعددة، منها استخدام أدوية معينة مثل الأدوية اللي نستخدمها بعلاج الحالات النفسية مثل الاكتئاب والتوتر، أو قد يكون بسبب تضخم في الغدة النخامية. ما هي الأعراض الرئيسة لهذه الحالة؟ الأعراض الرئيسية لارتفاع هرمون البرولاكتين قد تكون إفراز الحليب في أوقات لا ترتبط بالحمل والولادة، أو قد تكون عدم انتظام في الدورة الشهرية أو تأخر في الحمل، أو قد تكون من دون أعراض نهائياً. كيف تشخصون الحالة؟ التشخيص عادة بفحص دم لمستوى هرمون البرولاكتين أو هرمون الحليب. ما هي العلاجات المتاحة؟ العلاجات تختلف حسب المسبب، إذا كان الارتفاع بسبب دواء أو شيء عرضي يتم التعامل مع هذا الأمر وإذا كان في بديل للدواء، إذا كان بسبب نشاط أو تضخم في الغدة النخامية فيكون من خلال علاج التضخم هذا، وهذا كله عموماً يكون بعلاجات دوائية عن طريق الفم، وفي حالات نادرة أو قليلة الشيوع هي الحاجة للتداخل الجراحي. ما هي المضاعفات إن لم يعالج فرط برولاكتين الدم؟ عدم انتظام الدورة الشهرية وتأخر في حدوث الحمل والإنجاب. لا يغفل على أحد فوائد الرياضة العديدة لتعزيز الصحة ولتخفيف التوتر والقلق وغيرها، ولكن هل يعتبر المشي رياضة أم لا؟ ماذا تقولون؟
وماذا يقول المختص؟ أعتقد المشي هو نوع من أنواع الرياضة، نعم، لأنه في تحريك للجسم وفي تحريك لكل العضلات تقريباً. باعتقادي المشي رياضة، نعم، فيها تحريك لأنه المفاصل للعضلات، وفي حرق يعني بيصير في الموضوع. لأنه المشي بيجري الدورة الدموية وبيرفع حرارة الجسم، إذن هو رياضة. على علم أنه لأنه بحرك الدورة الدموية بالجسم. نعم، تعتبر رياضة صحية، تساعد على حرق السعرات الحرارية، تساعد البناء الجسم أفضل. ما رياضة أكيد، يعني بيحرك عضلات الجسم وبيعلي الهارت ريت فبيحرق دهون. الرياضة لكل الجسم، بتحرك كل أعضاء الجسم، بتنشط الدورة الدموية. هل المشي رياضة أم لا، ولماذا؟ بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية، المشي لحاله منه رياضة كافية، لازم يوصلوا ضربات القلب فوق 120 ضربة بالدقيقة لتعتبر رياضة. وهيدول كيف بنجيبهم؟ نحن بتمارين المقاومة، يعني بالحديد، بتمارين الجيم، بتمارين السباحة، بتمارين الحبل المطاطي. لكن تمارين المشي أو الجري كتير مهمة لصحة القلب، وينصح لكبار السن يمارسوها مرة باليوم نص ساعة، بالإضافة إلى التمارين الأخرى اللي بيمارسوها بيوم طبيعي. الحزام الناري حالة تسببها عدوى فيروسية تصيب الجلد والأعصاب، مؤلمة ولكن في الغالب غير خطيرة. الحزام الناري هو موضوعنا مع الطبيب، فابقوا معنا. في عام 1831 افترض ريتشارد برايت أن مرض الحزام الناري ينشأ من عقدة الجذر الظهرية، وهو ما أكده فيليكس فون بيرنسبرونغ في ورقته البحثية عام 1861. وفي مطلع القرن العشرين تم التوصل إلى أن فيروساً واحداً هو المسبب لكل من جدر الماء والحزام الناري. في الولايات المتحدة تسجل سنوياً حوالي 1,000,000 حالة إصابة بالحزام الناري، نصفها لدى أشخاص تجاوزوا 60. دكتور، ما هي أولى علامات الإصابة بالحزام الناري؟ أولى يعني علامات الإصابة بالحزام الناري هي الآلام. الآلام عادة بتيجي على جزء من المصاب من الجسم، ويكون المريض بيفكر إنه هاي آلام عادة ما تكون عضلية، فبنلاقي المريض أول ما يبحث عن المساعدة الطبية عن طريق إنه بيشعر بشد عضلي وشوية حكة إلى الشعور بالحرقان، بنسميه burning sensation. من هنا ربما جاءت التسمية الحزام الناري. بالضبط، فعليا هي الحزام الناري إجت من هاي، لأنه هو فيه burning sensation، شعور بالحرقة، وبيمشي على شكل النيرف العصب اللي بيكون مصاب، فبالتالي مثل الحزام والشعور الناري. نعم مزبوط. هل هناك عوامل خطر للإصابة بهذا المرض؟ إحنا عوامل خطر بنحكيها للأمراض اللي الأشخاص اللي بيكونوا أعمارهم فوق 60، كبار السن بشكل عام، واللي عندهم أمراض مزمنة مثل السكري والضغط والمناعة بتقل، أمراض الأشخاص اللي عندهم أمراض مثل السرطان، هذول يعني أمراض مناعية بتخلي شكل الحزام الناري أو الفيروس المسبب للحزام الناري أداؤه أقوى. صحيح، يعني يؤمن بيئة مناسبة بالزبط لهذا بالزبط الفيروس. كيف يشخص دكتور؟ عادة الحزام الناري يشخص عن طريق السيرة المرضية والفحص السري اللي بيكون عن طريق الطبيب أخصائي الجلدية. السيرة المرضية بيجي المريض بيحكي إنه أنا كنت أشعر خلال أيام مثل ما حكينا البيرنينج سنسيشن على منطقة شعور بالحرقة، شعور بالحرقة وبمكان معين، بعد فترة يوم حوالي يوم إلى يومين بلش تطلع الآثار أو الطفح الجلدي بنسميه، هو بيكون عبارة عن حبيبات مليئة بالمياه متجمعة مع بعض على طول العصب المصاب. بالفحص السريري بشوف المريض، الطبيب بشوف المريض بشوف كيف علامات هذا الفيروس وكيف شكله، احنا بنقدر نميز ما بينه وما بين اي طفح جلدي اخر، بالتالي بتكون يعني نسبه التشخيص يعني اقرب ما يمكن الى الكمال من خلال المظاهر السريريه والهيستوري، السيره المرضيه تبعت. طيب المريض، هل هناك فحوصات دم او ما شابه يعني تحسم فيما اذا كان الشخص مصاب؟ أنا تعمدت يعني أركز على السيرة المرضية والفحص السريري لسبب الفحوصات، لأنه في مرضى بيجي بيحكي طب اعمل لي دكتور فحص سريع
احنا يعني بنحكي دائما الفيروس بخصوصا هذا النوع من الفيروس في فحوصات بنسميها الزانكسمير بي سي ار هو معروف للفيروس يس بكورونا استخدم هذول الفحوصات اللي هي نهاية النوعية من الفيروس لا تكون حساسة 100% يعني ممكن يكون المريض مصاب بالحزام الناري بهذا الفيروس ونعمله فحص يطلع نيجاتيف سلبي ولكنه هو ما زال مصاب ممكن إذا طلع إيجابي بيعطينا نحسم الأمور لكن بسبب يعني قلة دقته إحنا عادة ما بنلجأ له إلا بحالات نادرة ومعينة يعني كيف ينتقل ومتى يسبب جدر الماء ومتى يسبب الحزام الناري يعني الفيروس وذاته لأنه هم عائلة واحدة صحيح. نعم صحيح لكن اللي بدنا ننوه عليه ومهم جدا إنه مش كل شخص بيتصل مع شخص مصاب بحزام ناري حينتقل الفيروس وخاصة إذا كان أوريدي انصاب بجدر الماء أو أخذ مطعوم جدر الماء فإحنا عادة ما بنشوف حالات كثيرة من العدوى ما بين حزام ناري إلى أشخاص غير مصابين وإذا حصلت يكون على شكل جدر ماء مش حزام ناري خلينا نقول يعني أول إصابة يسببها الفيروس تكون جدر ماء ممكن الإصابة الثانية تصبح حزام ناري؟ ممكن إذا لم يشكل الجسم أجسام مضادة مناعية كاملة أو إذا زي ما حكينا بالبداية إنه صاحبته بالنزول بالمناعة بسبب أمراض أخرى. أخرى نعم دكتور هل هو خطر؟ كلمة خطر يعني تنقسم أو ممكن تأخذنا إلى جزء من المرضى لكن بشكل عام هو مرض غير خطير إذا أصاب الأشخاص اللي مناعتهم أصحاء نعتبره فيروس نسميه self-limited disease يعني بينتهي من تلقاء نفسه لكن إذا أصاب أشخاص عندهم الأمراض المزمنة والمناعة قليلة إحنا مضطرين إنه نتدخل سريعاً بأنواع علاجية حتى ما يكون ويشكل خطر. إنه خطر نعم هو مؤلم إذن ليس خطر بالعموم مؤلم في العموم هو مؤلم في العموم ومن هنا حتى التدخل الطبيب للأعراض أو للفيروس لأنه إحنا بنحكي مرات نتدخل بس للأعراض بنعطي علاجات فقط للأعراض شخص مناعته تمام ما في عنده أي شيء نعطيه بس للأعراض بنخفف الألم لأنه هو ألم شديد لكن شخص عنده مناعة قليلة بنعطيه للأعراض وبنعطيه أنتي فيرال مضاد للفيروس حتى برضه ما يشكل خطورة عليه ولا يعني يشكل أي مضاعفات في المستقبل هل له لقاح؟ اللقاح عاد احنا حكينا هو من عائلة ال فيروسيلا زوستر فيروس يس فهو من يعني من لما انتج اللقاح لجدر الماء الشيكن بوكس غطى كثير من يعني مقاومة هذا الفيروس للجسم نعم طيب إذا شخص ما أصيب بالحزام الناري وشفي هل من الممكن أن تعاود المشكلة لاحقا في فترة ما من حياته؟ بشكل عام يشكل الجسم أجسام مضادة ومناعية إذا أصيب بنوع من الفيروس فإذا بدنا نحكي أنه نفس الفيروس ونفس صفات الفيروس تعرض إلها الشخص مرة أخرى فإنه الجسم من تلقاء نفسه حيكون يعني مقاوم ومضاد له فمن الأغلب ما يتشكل عنده أي من هاي الأعراض أو المرض مرة أخرى إلا إذا كان في يعني مصاحب لطفرة أو تحول بشكل الفيروس مثل ما بنسمع بعلم الفيروسات لأن الفيروسات تتطور كثيراً نعم بالضبط لكن هذه من العائلات اللي يعني لغاية هاي اللحظة لم تتطور مسيطر على تطورها من حسن حظنا يعني صحيح دكتور ما هي أفضل طرق الوقاية خصوصاً إذا فرضاً في شخص بالعائلة أصيب بالمرض أو مصاب بالمرض أو للعاملين في صفوف الرعاية الصحية يعني عادة بيجينا حدا من العيلة عنده مصاب فكل العيلة خايفين بيصير في ذعر خصوصا بعد كورونا فإحنا ما بدنا أول إشي يكون الناس تخاف إذا نصيب حد واحد من أفراد العائلة بالحزام الناري ولا هو محتاج لا لعزل ولا إشي لكن إحنا بنعطي توجيهات في أشخاص من العائلة لم يصابوا بالجدر الماء أو لم يأخذوا مطعوم الجدر الماء بنفضل إنه ما يكون في تماس مباشر معهم مع الطفح الجلدي حتى اللي موجود على الشخص اللي مصاب بالحزام الناري يفضل دائما طبعا يعني إرشادات السلامة العامة من النظافة والجود هايجين والأشياء التلطفية اللي ممكن ما تخلينا نكون على تماس مباشر لكن بشكل عام إحنا يعني ما هو مش زي أي فيروس ينتقل عن طريق التنفس ربما هون هذا الفيروس محدود الانتقال مقارنة بفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى التي تنتقل عن طريق الهواء يعني نعم هو فعليا هذا الفيروس يعني
قليلا ما ينتقل عن طريق إلا إذا كان الجدري الماء، لأنه جدري الماء بنعرف إحنا ممكن إذا شخص مش مصاب وشخص مصاب فهو سريع الانتشار عن طريق رذاذ التنفس، لكن الحزام الناري بيكون يعني ممكن ينتقل عن طريق التنفس لكن بنسب كثير ضئيلة، لكن لأنه عادة الناس صار عندها المناعة، فهو إحنا دائما نحكي الفيروس وطبيعة انتقال الفيروس هي اللي بتخلينا يعني نحدد طريقة التعامل معه. هل ربط أو ربطت الإصابات بالحزام الناري بمناطق جغرافية أكثر من أخرى؟ عادة طلع دراسات قديمة كانت تحكي عن مناطق جغرافية أصيبت، لكن إحنا بشكل عام يعتمد على هذا التصنيف إلى سبب نزول المناعة بتلك المناطق الجغرافية وليس لسبب عرقي، مش سبب عرقي ولا جنسي ذكر ولا ديموغرافي بالضبط، هو لأنه بمناعة الشخص، ولكن وأيضا مناطق جغرافية صار فيها ظروف معينة أدت إلى تقليل المناعة اقتصادية اجتماعية تغذية وما إلى ذلك. صحيح، شكرا، شكرا جزيلا لكم. تتقدم الدراسات والأبحاث يوميا في كافة المعاهد العلمية، ويحرص أهل العلم على فك ألغازه. ما هي آخر أخبار الصحة؟ لنتابع. تشير دراسة أجراها مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في سان أنطونيو إلى أن ارتفاع مستويات هرمون الليبتين المسؤول عن تنظيم وزن الجسم يرتبط بتحسين المادة البيضاء في الدماغ لدى البالغين في منتصف العمر. هذه النتائج تعزز الربط بين السمنة وزيادة خطر الإصابة بالخرف. يحلل اختبار دم جديد الدهون لتسهيل تحديد الأطفال المعرضين لخطر الإصابة بحالات صحية مثل السكري من النمط الثاني وأمراض الكبد والقلب. وأوضح باحثون من كينغز كوليدج في لندن أن هذا الاختبار يستفيد من العلاقة بين الدهون والأمراض المؤثرة على التمثيل الغذائي لدى الأطفال، ما يجعله نظام إنذار مبكر للأمراض المهددة للحياة. أظهرت دراسة من جامعة كاليفورنيا أن الدماغ يمر بتغيرات كبيرة أثناء الحمل، منها ما هو عابر ومنها ما هو دائم. وثقت الدراسة انخفاضاً في حجم المادة الرمادية القشرية وزيادة في سلامة البنية المجهرية للمادة البيضاء بالتزامن مع ارتفاع مستويات هرموني الأستراديول والبروجسترون. أظهرت دراسة حديثة من جامعة كانساس وجود ارتباط بين استخدام بعض أدوية إنقاص الوزن وخطر الإصابة بخزل المعدة، وهو اضطراب تفقد فيه عضلات وأعصاب المعدة وظيفتها السليمة، ما يؤدي إلى بطء في إفراغ المعدة وبقاء الطعام لفترات طويلة. وجدت الدراسة أن أدوية منبهات مستقبلات البيبتيد واحد الشبيهة بالجلوكاجون مثل أوزيمبيك وويجوفي قد تزيد من خطر الإصابة بخزل المعدة بنسبة تصل إلى 66%. أظهرت دراسة صينية من جامعة سوتشو أن تناول كميات معتدلة من الكافيين بما يعادل 3 أكواب من القهوة أو الشاي يومياً يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب الاستقلابية. وبينت الدراسة أن مستهلكي الكافيين المعتدلين قل لديهم خطر الإصابة بنسبة 48% عند تناول 3 أكواب يومياً، وبنسبة 40% عند تناول 200 إلى 300 ملي جرامات يومياً، مقارنة بمن يشربون أقل من كوب واحد أو لا يشربون الكافيين. الجنف أو سكولوزس، هذا الانحناء غير الطبيعي في العمود الفقري والذي يشخص غالباً في المراهقة وأسبابه غير معروفة. لحياة أفضل لطلابنا، كيف نحميهم من الإصابة بالجنف؟ كان أبو قراط الذي عاش في الفترة بين عامي 460 و 377 قبل الميلاد أول من قدم وصفاً لانحناء العمود الفقري غير الطبيعي في الأدبيات الطبية الغربية، وقد ابتكر مصطلح الجنف سكولوزس المشتق من الكلمة اليونانية سكوليوس والتي تعني الانحناء. كان يعتقد أن هذه الحالة ناجمة عن سوء في وضعية الجسم، في حين أن معظم حالات الجنف تكون خفيفة، إلا أن بعض الانحناءات قد تزداد سوءا مع نمو الطفل. يجب أن تحوي الحقيبة الشيء الضروري للطفل
برنامج اليوم الدراسي وليس جميع الكتب التي يحتويها. نعطيه الضروري ونعطيه سلة الغذاء اللازمة الضرورية وزجاجة الماء الضرورية. إضافة إلى ذلك، عندما يجب أن يحمل الحقيبة بشكل متناظر على الكتفين وليس على كتف واحد يسبب الميلان، كما أنه عند عودته إلى البيت يجب أن تكون فترة الدراسة في شكل مستقيم وليس منجعي إلى جانب أو آخر، على كرسي مستقيم والشاشة في مستوى النظر إن كان يستعمل الكمبيوتر أو الكتاب في مستوى جيد أيضا. إضافة إلى ممارسة بعض الرياضات كالسباحة تفيد في تقوية عضلات الظهر عند الطفل والكبير بآن ما. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. بإمكانكم التواصل معنا عبر الإيميل أدنى الشاشة للاستفسار أو للمشاركة في البرنامج، كما بإمكانكم متابعة الحلقة على موقع القناة العربي 2 وعلى منصاتنا الرقمية الأخرى. ولا تنسى صحتك يا ثروتك، فحافظ عليها.